مشاهدينا مستمعينا، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء السياحية يأتيكم من قناة وجريدة تحواس براس إلكترونية. بداية، أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد عن البرنامج التكميلي للرحلات من الجزائر نحو فرنسا في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن تعزيز النقل الجوي للمسافرين. هذا وصنف موقع تاس أطلس الجزائر من بين أفضل الحلويات في العالم، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالميا بحلوى مقروط اللوز. هذا وافتكت الجزائر هذه المرتبة من بين 50 دولة لأفضل الحلويات، حيث احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم. إلى خبر آخر، إن استفادت أكثر من 7000 عائلة من 12 ولاية من ولايات الجنوب والولايات الداخلية من عطلة مجانا على طول الساحل الجزائري بمبادرة من وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين. وجاء هذا خلال إشراف الوزير مساء أمس السبت على اختتام موسم الاصطياف بمعهد التكوين والتعليم المهنيين الفتح. إلى هنا مشاهدينا مستمعينا، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز. دمتم برعاية الله وحفظه. سلام.